سنة عمرك عبد الباسط؟ 10 سنين. شنو صار الغصب بالبيت انت وماركي؟ كنا نتغدى شرفت الطيارنا أن أبوي فضل جوافتنا وعيت الحاوي قدام باب الجرار وسمع فتنا المطبخ أمي وأختي ماتوا وأختي الصغيرة انكسرت إيدها وإجرها. والد عبد الباسط اللي انقطعوا رجلين تنتين بمجزرة الهبيط الأخيرة، استشهدت زوجتي وطفلتي عمرها 3 سنين، وعندي بنت حامل ما بعرف وضعها كمان شو وضعها الصحي. سيدي كنا قاعدين عم نتغدى واجت المروحية رميت علينا برميل، ولأنا كنا قاعدين بالصالون البيت نزل البرميل على ظهر البيت وأدى لهالشيء، والحمد لله. الحمد لله، الله يجزاك مصيبتك يا أخي.